بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم وجه مطبخ ام باسل. النهارده هنعمل ريفيو بسيط عن حامل السيلفر والمناديل والبلاستيك راب او الاستريتش راب اهو. انا بصراحه كنت بشوفه على الفيسبوك كتير وفي الاعلانات، وكنت حابه ان انا اجربه، فلما لقيت فرصه بصراحه ان انا اجيبه او لقيته قدامي جبته واشتريته، لانه حاسه ان هو يعني موفر، وموفر للوقت وموفر لكل حاجه. احسن ما تقطعي كده، البلاستيك راب بيبقى صعب قوي، والسيلفر برده لما بتقطعيه بيبقى ممكن تهدري منه، والمناديل برده حامل للمناديل. انا كده كده كان عندي حامل للمناديل، بس هو ايه محطوط معاه، فقلت ايه احطه معاه بالمره، يعني 3 في 1. وكمان الرف اللي فوق ده يعني ممكن تستخدميه تحطي فيه اي حاجه انت بتستخدميها على طول. مش هنطول عليكم في الكلام، وتعالوا نشوف الريفيو بتاع الحامل ده، وتجيبيه او ما تجيبهوش، وهو عملي ولا مش عملي، وسعره ايه. بس قبل ما نروح نشوف الفيديو، ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مطبخ ام باسل. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف الريفيو بتاعنا النهارده. يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، ادي الحامل بتاعنا اهو، انا مركبين. ادي المناديل، وادي البلاستيك راب اهو، وادي الناحيه اللي فيها السيلفر، والرف اللي فوق ده استغلته ان انا احط مثلا فيه برشام فيتامين بناخده مثلا عشان ما ننساهوش، والكبريت، الحاجه اللي في الايه في متناول ايدينا. احنا دلوقتي ايه هنفكه واقول لكم بتركب ازاي عشان يبقى ايه سهل عليكم. بصوا حبايبي، مبدئيا كده ده نظام ضغط. بصوا يعني ايه ضغط كده، نشيلها اهو، نشيل التانية برضو اهو. اما بتاعت المناديل دي بتبقى برضو ايه مجرى بتركب، وايه بتحط فيها المناديل، هي بتثبت بمسامير اهي، لازم شنيور طبعا، جايبين مسامير وخوابير عشان ايه تبقى ايه جامدة وثابتة. نيجي بقى نشوف السيلفر والحاجات دي بتتحط ازاي، وايه واستخدامها ازاي. اقول لكم الكاميرا كده. اول حاجة بكرة السيلفر، بصوا اهي بكرة السيلفر اهي. طبعا انا دورت علشان الاقي الحجم ده فما لقيتش، فعشان اعمل لكم ريفيو كان عندي اللي هي البكرة الكبيرة، قصيت منها جزء بسكينة منشار. الجزء طبعا اللي انا قصيته هستخدمه، هينفع يعني لو انا عايزة سيلفر، حتة سيلفر صغيرة اهو، يعني زي ما بيقول ايه الجزء بيقول لك اتصرف، تمام. وحطيت البكره زي ما انتم شايفين كده، بنطلع حرف منها. وقبل ما نقفلها دي زي سكينه، الحلو فيها بقى ان هي، بصوا موضوع السكينه دي اللي بتقطع لكم احسن ان انتم ما تشدوا كده، دي برضو بتتركب نظام ضغط. بروح ايه قافله كده عليها، ومثلا بتاخدي حجم السيلفر اللي انت عايزاه، وبتروح ايه ايه قصه منه. انا مش هقص دلوقتي الا لما اركبها عشان ايه نشوف هي بتتعمل ازاي. هنرجع بقى ايه نحطها تاني في مكانها اهو، برده بنظام الضغط، سهله جدا. بالنسبه بقى للبلاستيك راب اللي هو بيعذبني انا عن نفسي يعني اهو، بصوا بطلع الحرف بتاعه اهو كده، ولما باجي بقى ايه استخدم بروح ايه شاده منه جزء، وبرده في ايه نفس السكينه اللي انا بقول لكم عليها دي اهي. بصوا بالشكل ده كده نركبها برده، ونيجي نشوف ايه هنقطع ازاي منها. تعالوا بقى نركب الحامل بتاع السيلفر والحامل بتاع البلاستيك راب. عايزه تحطي ده فوق او تحطي ده فوق اللي يعجبك، نشوف هنستخدمهم ازاي. ايه مثلا البلاستيك راب احنا عايزين نقطع جزء، بشد الجزء اللي انا عايزاه اهو بالشكل ده كده اهو، وليكن كده مثلا، واروح جايبه السكينه واروح قطعالي الجزء ده كده، شايفين؟ ممكن ايه ارجع عليها تاني لغايه ايه ما تقطعلي الجزء اللي انا عايزاه اهو بالشكل ده كده. برضو كذلك في السيلفر لو احنا عايزين برضو نعمل كده، برضو الجزء بتاع السيلفر لو انا عايزه اقطع برضو جزء
الشكل ده اهو. مش عايزه تستخدمي السكينه، ممكن ان انت تشدي قطعه كده وتروحي ايه قطعها على طول، هتبقى برده ايه سهله في كلتا الحالات، ان انت برده هتقطعي القطعه اللي انت عايزاها هتكون بص متساويه وايه ومش هتهدر معاكي في الورق اللاستيك. بالنسبه للمناديل اهي بقره المناديل اهي راكبه عادي، بصوا شوفوا بقى كده من قريب اهو، ده مكوناته ده السيلفر وده الرف اللي انت ممكن تحطي فيه الحاجات اللي تستخدميها قريبه ليك. ده كان ريفيو بسيط النهارده الحامل الفويل والبلاستيك راب والمناديل، يا رب يكون سهل وبسيط عليكم ويكون عجبكم ان شاء الله. عايز اقول لكم على سعره، هو سعره 100 جنيه، مش غالي بكل محتوياته، بس طبعا مش من غير بكره السيلفر وبكره الاسترتش والمناديل بالمسامير بكل حاجه فيه اهو، زي ما انتم شايفين هو من ماده الاكليريك عشان يستحمل، مش البلاستيك اللي هو الضعيف يعني. بتمنى تجيبوه، هو حلو قوي يعني، هينفعكم ان شاء الله وعملي وهيوفر لكم في كل حاجه. يا رب يكون الريفيو بتاع النهارده عجبكم وكان خفيف وسهل كده وبسيط واستفدتوا منه. ما تنسيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مطبخ مباسل، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله من مطبخ مباسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.